لما فتحت عيني على الدنيا لقيتني جوه مصنع، بس لما شفت الطبيعة حبيتها من أول نظرة. دايما حاسس إني مرتبة أورجانيك. إزاي أورجانيك يعني؟ معرفش، ده سر من أسراري اللي بلف العالم عشان أفهمها. والنهاردة أنا في سريلانكا عشان أعرف سر الأورجانيك. السر هنا في شجرة المطاط اللي بيخرج منها الليتكس. الليتكس جزء مني، بيخلي المرتبة مريحة تاخد شكل الظهر. مرتبة طبيعية وصحية تجدد الهواء جواها، يعني ما تجيبش حساسية. يا حلاوتي وأنا أورجانيك، لسه أسرار كتير عشان كده مش هبطل أطير.